وتعالوا كمان نشوف مع بعض الناس وكاميرا البرنامج قالوا شكرا للرئيس ازاي وعن ايه، ونرجع تاني مع حضراتكم. المواطن المصري قدم شكر لسعاده الرئيس على اللي عملها في مصر، للمشاريع القوميه اللي بتحصل من طرق وكباري، الفتره بيحصل انجازات كبيره جدا، زود القدرات الخاصه، واحنا طبعا سعيده 100 مليون صحه، مزارع سمكيه، طفره حصلت كبيره جدا، جدا من التقدم، من اهم تقدم اي دوله شبكه الطرق بتاعتها، حاجات ما تعملش من 30 سنه، شبكات الطرق اللي اتعملت في جميع محافظات مصر، كل المشاريع القوميه اللي بتحصل من طرق وكباري، ففي حاجات في طفره حصلت كبيره جدا في الدوله. انا اصلا في بيت نصر، ف يعني الحته دي عندنا كانت بايظه خالص، ابتدى بقى بعد الكباري وكده اللي اتعملت ابتدى الدنيا تبقى اسهل شويه. انا عندي عربيه كنت بنزل وسط البلد دي في ساعه ونص بالظبط، دلوقتي بالظبط بتحسبيها من انا من مدينه نصر باجي الزمالك هنا في حوالي 10 دقائق او 11 دقيقه. وبعدين المدرسه اصلا بتاعتي هنا، فانا في الاول كنت بقى بشوف بابا هيوديني وبتاع وكده، دلوقتي انا بقيت سهل، بركب المترو وبروح وبرجع لوحدي. المترو عشان مدرسه اسم برضه انا كمان هنا، فاسهل حاجه بركبها وبروح، ممكن اروح لوحدي وارجع لوحدي، فهو سهلها علينا، وبجد بشكر الرئيس جدا ان هو عمل لنا المترو. عندنا في البلد عمل للناس فقراء حاجات كتيره، مثلا مساكن وكلام ده، فهو بقى طبعا بيحب الصعايده، واحنا متشكرين للسيسي وطلع شغل للسيسي وعمل الكباري وسهل كل الطرق بصراحه، ظبط التموين وظبط الصحه والزراعه، المبادرات اللي عملها زي مبادرات ال 100 مليون صحه، انا مش عارفه، والقطر الكهربائي اللي عامله لنا في العبور هنا الجديد، فماشي في كذا اتجاه في نفس الوقت. احب اشكر الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الانجازات اللي عملها في مصر، اشكره على حاجات كتير جدا، نوجه له جزيل الشكر والاحترام، احنا متشكرين جدا، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.